هذه الفعالية هي بمناسبة يوم العمال العالمي، وهي تصادف مولد الإمام المهدي أجل الله فرجه. ولا شك أن تلاقي المناسبتين أتاح لنا بأن نكرم مجموعة من العمال في القرية بحيث نحتفي بهم في هذه المناسبة. هذا التلاقي يمثل أهمية بالغة، وندعو أهالي القرية إلى الاحتفاء بهذه الكوكبة من أهالي القرية الكادحين والعاملين على نهضتها، وذلك تشجيعا لهم وتشجيعا لقيمة العمل في المجتمع.